للحديث أكثر عن انتهاكات المستوطنين الصهاينة في الأقصى وصمود المقدسيين دفاعا عن مقدسات العرب والمسلمين، ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. القوات الصهيونية تعتدي على مواطن فلسطيني وتعتقل آخرين قرب باب العمود في القدس في وقت يعني يحرق فيه المستوطنون سيارات الفلسطينيين. إلى ما ترجع هذه الهجمة المستمرة من قبل الصهاينة على فلسطيني الداخل ومقدساتهم؟ نعم، هذا الأمر يأخذ المنحى الأخطر في التعامل مع الفلسطينيين في القدس المحتلة، مما لا شك فيه أن الاحتلال بهذا التعامل تجاهل المحافل والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الشعوب تحت الاحتلال. ثانيا، هو يستغل فرصة انشغال الشارع الفلسطيني في ملف الانتخابات والمشهد الانتخابي وسقف الانتخابات وآلياتها. ثالثا، هو يسعى لتطبيق ما تم وعده به من قبل إدارة ترامب السابقة وما تم أيضا وكأنه إبداء للموافقة بصمت إدارة بايدن عن الإجراءات الجديدة في القدس. وبالتالي هو يستشعر ويتقدم ويستغل، وهذا كله يصب في مصلحة أن يكون للفلسطينيين ضعف كامل في القدس المحتلة بالمقابل قوة وسيطرة وهيمنة للمستوطنين، لا رادع لا دولي ولا عربي. وأيضا والأخطر من ذلك أن الشعب الفلسطيني تكسر مجاديفه بحيث يتم إشغاله في ملفات جانبية، رغم أن الملف الأخطر وهو ملف القدس والذي كان لديه بصمة كبيرة في الأيام الماضية من خلال هبة رفع الحواجز. هذا يعني أننا أمام تكتيكات إسرائيلية لتنفيذ ما وعدت به حكومة الاحتلال من أجندة استراتيجية ليهودية الدولة وللقدس عاصمة أبدية للكيان. ما البدائل أمام المقدسيين في ظل هذه الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال؟ المقدسي يصرخ ويستنجد منذ عقود كأنه هو وحده في الميدان، وهو يواجه آلة التهويد وآلة شراء المنازل والعقارات وآلة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وآلة الهدم وآلة الطرد من المدينة وحده في الميدان، ورفع كل أصوات الاستغاثة لكافة الجهات المحلية والدولية للأمة العربية والأمة الإسلامية. وبالتالي ليس مطلوب من المقدسي أن يبقى يقاوم بقدر ما هو مطلوب منه الصبر والثبات في الأرض. السؤال الذي يوجه يجب أن يوجه للمجتمع العربي وجمع الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأحرار العالم والأمم المتحدة، ما هو المطلوب منا لحماية المقدسي الذي بالفعل يختنق يوما بعد يوم بإجراءات الاحتلال؟ هذا يعيدنا إلى مربع تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال على أرض القدس المحتلة، هذا أولا. ثانيا، محاسبة الاحتلال على الجرائم التي يقوم بها في القدس، ليس أقلها أن تهدم منزل مواطن يسكن هو وزوجته وأولاده، وليس أكثرها أن تنتهك حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في القدس المحتلة المقدسي يواجهها بصبره وصموده وبكل إمكانياته. الآن المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال وصلت رام الله والبيرة، هل نحن أمام انتفاضة جديدة برأيك تتسع دائرتها مع الوقت؟ لا تريد السلطة الفلسطينية انتفاضة جديدة. هذا النموذج من المواجهات للأسف الشديد بات كأنه استغلال ورافعة مؤقتة لإدارة ملف سياسي جانبي، كما حدث في موضوع المفاوضات، كما حدث في موضوع هبة البوابات، كما حدث في كل المواضيع التي يقوم بها الشارع لانتفاضة، وما أن يذهب إلى طريق الانتفاضة الأوسع لتتسع حتى تنتهي هذه الهبة بقرار سياسي لم يكن لديه لا استراتيجية ولا أفق، فقط لتحسين ظرف انتخابي وهذا أو ظرف مفاوضاتي أو ظرف محلي أو إقليمي، وهذا لا يوجد في أجندة الشعوب الثائرة أن تكون فقط الهبات بناء على مزاجية معينة دون استراتيجية دون قرار. لذلك هذه الانتفاضة أو هذه الهبة لن يكون لها روح، لن تأخذ مجراها طالما الفصائل الفلسطينية لم تكن رافعتها
ولم تنظمها ولم تذهب باتجاه المواجهة الاستراتيجية مع الاحتلال. غير ذلك سنبقى في دوامة هبة هنا وهبة هناك، وإشغال الشارع الفلسطيني بانتخابات هزلية هنا وموقف انتخابي هناك، وستكون معادلتنا ما إن طلبت حقك في القدس هذا يعني أنك لن تحصل على حقك. أستاذ محمد، نعم، لنقف على دعوة المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يوم 28 من رمضان الجاري، ما مدى حقيقة هذه الدعوة؟ المستوطنون الصهاينة لم يتوقفوا عن المناشدات لحشد قواتهم وعناصرهم وقطعانهم لانتهاك المسجد الأقصى المبارك. حتى في ظل أجواء جائحة كورونا كان للمستوطنين البصمة الكبيرة في الاقتحام والتدنيس اليومي، لذلك هم الآن يعززون من هذه القدرة. انظر إلى كل مفترقات الضفة الغربية، تجد أن هناك العشرات من المستوطنين يكسرون نوافذ السيارات الفلسطينية، يهددونهم بالقتل. انظر إلى داخل القدس المحتلة، وكل العالم رأى الفيديوهات التي انتشرت لعربدة المستوطنين على الفلسطينيين. لذلك هم الآن يشرعنون بمسيرات جماهيرية، يشرعنون بصمت دولي، ويشرعنون أيضا بسياسة حكومة عنصرية متطرفة تسعى لوصول الأفق والأمل الإسرائيلي الدولي، وهو أن تكون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وأن إسرائيل هي دولة يهودية. نعم، نشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق، شكرا لكم.